بيجرحوا قلبها إلى
تجدد اللي يقول حسين مني ويلزم ثنايا والدول له نفس كيف والدول الراس قال يزيد عقب ما تشكى من راس الحسين ارسله الى العدو اللدود عمرو بن سعيد الاشدق الاموي اللي يفوح عند اهل البيت من فمه وانفه وداه اليه الشفه منه رسله وصل الراس المدينة وأعلن عمرو بن سعيد الصلاة جامعة وطلع بالراس ماسك الزمن وصعد على منبر النبي يا رسول الله صعد على منبر النبي أثري الخبر انتشر في المدينة ترى راس الحسين جابوا وضجت نساء بني هاشم في الكويتات يبكين حسين عاد خل عين ما بكت حتى الأعداء بكوا عليه أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر وحسين ضجت نسوة بني هاشم ما قعد على المنبر قبل لا يحكي لا يسمع ضجيج في المدينة أصبح ما هذا أبو في المدينة صوت ضجة قالوا هذين نساء بني هاشم بلغونا أن حسين قتل ثم قال افرجوا لي عن القبر افرجوا لي عن قبر النبي مسجد يعني مكتب الجماعة قال افرجوا لي وقف على المنبر والراس في وصار يخاطب النبي يا رسول الله صدمة بصدمة ولدمة بلدمة حكمة بالغة فما تغني النذور هذا يوم بيوم بل ولوح الراس على قبر النبي قام واحد من أولاد الأنصار غيور وقف من السعيد هكذا كف عن راس الحسين الشكل والله لو كانت فاطمه حيه ورات ما فعلت براس ولدي انا شقت جيبها لشقت جيبها وصرخت فولدها لما وصل المدينة وين دفن يقولوا الدفن عند أخوه الحسن في البقيع هذا مشهد ثاني في
في الشام عند باب الفرادس عند الحسن، في البقيع مكان ثالث، في الغريب عند ابو اله مكان يزار الى الان الراس. هذا وش جاب الغريب؟ يقولوا اهل التاريخ والسير، يقولوا يوم راحوا السبايا والرؤوس الى الشام خاف بني هاشم على راس الحسين من الضياع، ورسلوا واحد من موالي آل جعفر، يعني من عبيد آل جعفر، عبد الله بن جعفر زوج زينب، عنده يعني هذا عبد لقب ذكي مرن، رسلوا قالوا له توصل إلى يزيد بخدمته وتابع الراس، إذا قدرت تختلسه وتجيبه إلى مكان معين تدفن فيه لئلا يضيع. خبر أجل الشام وتوصل إلى خدمة يزيد، كمل مجهول يعني ما يعرف من وين، توصل لخدمة يزيد وخدم ليل ونهار وأظهر المناصحة إلى وهو يتابع الراس وين يودون وين ينصبون وين يخلون. لا إله إلا الله، يا إله إلا الله. إلى يوم عرف أن له في هذا المكان معين وأن ممكن اختلاسه، اختلس بالليل سرق عقار وطلع من الشام، وكان ممن عرف قبر أمير المؤمنين هذا الغلام، بين ان حاضر تشييع الامام علي، ما بينهم بعد غير 20 سنة من قتل الامام علي لقتل الحسين، 20 سنة من سنة 40 الى سنة 60، توها داخل 61، ما مضت منها الا 10 أيام قتل الحسين. هذا يعرف قبر الإمام علي، وهرب من الراس، وهرب من الراس وجاب عند قبر أبيه ودفن عنده، للآن يزور مكان زور مما يلي راس الإمام أمير المؤمنين، زور هذا مكان ثالث بالشام بالمدينة بالغرب. بعضهم قال لا في الرقة، الرقة وين؟ الرقة في آخر الشام من غرب شمال اللي عندها معركة صفين، قبر عمار الآن موجود هنا في الرقة، يزار حصرناه فأقصى الشام، تمر على حلب وتدور أقصى الشام كلش بين العراق وبين الشام، هناك معركة سفينة، هناك قبر عمار والشهداء، يقولوا في الرقة والدرب. ليش؟ يعني لأن القمر يشاهده من بلد لبلد،
جناب القاضي من مساجد القاضي. هذا قول آخر. آخرين قالوا لا في عسقلان. في عسقلان. عسقلان هو عسقلان بلد من بلدان فلسطين الآن من البلدان المحتلة. موجود. ذاك اليوم مضاها آل أبي معين. آل أبي معين أسرة خبيثة من الأمويين. أبوهم عقبة بن أبي معين اللي جنى النبي ساجد عند الكعبة ووطأ على عنقه بقدمه. خبيث قتل في بدر فأسرى بدر عقبة. وولده الوليد اللي شرب الخمر وصلى بالمسلمين في مسجد الكوفة ذاك يومه الأمير وصلى صلاة الصبح تمام ركعات وقال هل أزيدكم سكرات؟ هذه يسميهم النبي سمية النار. ذاك اليوم أمراء عسقلانهم رست يزيد الراس لهم ليستشفوا منه وفعلا تشفوا منه مثل حصلها الراس من أعدائه وبقي في عسقلان إلى أن دفن بها وصار له مشهد في عسقلان وما زال في عسقلان إلى سنة 548 سنة 548 من الهجرة يعني عقب ايش؟ مضى على قتل الحسين 500 سنة إلا 12 سنة 512 ذاك اليوم سقطت عسقلان تابع بيت المقدس في أيدي الصليبيين في أيدي الصليبيين وعسقلان تابع بيت المقدس اللي ما زال من الصليبيين إلى أن استرد صلاح الدين الأيوبي اللي ما هو صلاح الدين على أي حال بقي في عسقلان دفن صار له مشهد وبقي إلى سنة 548 سقطت عسقلان في أيدي الإفرنج وهي بيت المقدس ذاك اليوم الدولة الفاطمية موجودة في مصر في مصر الدولة الفاطمية ذاك التاريخ الدولة الفاطمية عفت يعني ما عندها قوة تقابل قوة الصليبيين وتدفعهم عن عسقلان او عن غيرهم ما عندها قوة فصار يراسوا الصليبيين ويطمعوهم بالاموال في مقابل ان ياخذوا راس الحسين من عسقلان في مقابل أن يأخذ راس الحسين قالوا هذا راس ولد بنت نبينا أنتم ما لكم في فائدة إحنا كشيء مقدس منه إلى نبي حفاوة وتكريم فأعطونا وياه في مقابل ما تريدوا من المال واتفقوا وياهم على مبلغ من المال دولة فاطمية اتفقت ويا الصليبيين ورسلت الدولة الفاطمية هيئة من عندها علمية خيرة تقية وعندهم تابوت مهيأ لرأس الحسين وعندهم حريرات ومستبرقات تسدل على تابوته قالوا لهم يا الله جيبوا الراس دفعوا المال دفعوا المبلغ وراحت الهيئه وجوا الى القبر في عسقلان وحفروه حفروه اليوم الروايات تقول اتيه يوم قتل على هيئته قتل
ومد ايديهم لولا الاخيار المنتخبين من الدوله الفاطميه، مدوا ايديهم الى الراس ورفعوه بالاحترام والتقدير. يوم ارتفع صار الدم ينطق من الحريم. وحسينا وحسين وحسينا وحسين حطوا في التابوت، غطوا بالاستغراقات والحريرات وجاوا ورسلوا الى الدوله الفاطميه. ترى احنا اتجهنا براس الحسين. يوم كذا ان شاء الله احنا على حدود البلد. وطلعت هيئه كبيره مبعوثة من الدولة لاستقبال راس الحسين عليه السلام من الحدود، من حدود مصر، وجابوا يتناقلوه على الرؤوس، إلى يوم وصلوه إلى القصر الفاطمي. إذا ما أنا مشتبه، يوم 12 جماد أول سنة 548 وصل إلى مصر. مصر الدولة الفاطمية مهيئة ثلاثة أيام سنة، وتالي هيئة القبر إلى الراس اللي موجودة الآن في القاهرة، موجود عليه مشهد، عليه شباك مثل قبر الحسين في كربلاء، إلى مشهد جزار وإلى جنبه مسجد يسمى مسجد الحسين. يزوروه الناس ويجدوا فيه الكرامات والعطاء من الله. هذا يوم رابع أعلن الدولة الفاطمية أعلنت تعطيل، لا أحد يفتح، يلا تشييع إلى الحسين، تشييع على رأس الحسين. ونقلوا تشييع ظاهر من القصر الى القبر اللي موجود فيه للآن. هذا مشهد آخر. المشهد الآخر هو قالوا في الحنانين اللي بين النجف وبين كربلاء. المشهد الآخر هو في الكوفة في مكان المجد، أعاده يزيد على ابن زياد فدفنه في الكوفة ولم يعلن عن مكان دفنه، فكان يقول في الكوفة في مكان مجهول. القول الأخير رجع إلى كربلاء. اليوم زينب بن الشعب اليوم يتكرر والراس عند السجاد. الله يرحم الشيخ، فاول الابيات قال الراس عند السجاد في محمد، وانت الوليد والراس جبته وياي في محمد. كيف يا شيخ نوبة تقول عند السجاد؟ قال لأن الراس يتناول عليه السجاد زين، دار يصير عند زينب ودار يصير عند السجاد، إلى أن وصلوا به إلى كربلاء في هذا اليوم. ولذلك اليوم تزحف الملايين اليوم، الله أكبر، ترتفع الصرخات إلى السماء. اليوم يوم الصرخة، اليوم يا حسين صرخة خالدة لا تموت أبدا، على رغم أعداء الحسين، صرخة جابر. مع العلم أن جابر هو أول زائر ثراء، زار قبل جابر سليمان بن قدة وأنشد عنده شعر
مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي وكانت عزاء ثم كانت رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت إلى أن قال وإن قتيل الطف من آل هاشم أذلنا رقاب المسلمين أذلتي على سليمان بن قتادة تال عبيد الله بن حر الجبي وأنشد شعر جابر رقم ثالث لكن جابر زيارة خالدة لأنها زيارة العارف زيارة العارف ولهذا صار إليها شكل خاص أول واحد فرات مغتسل أول واتزم بإنزال وارتدى بآخر يعني أحرم ما لبس مخيط أحرم لأنه يعرف لمن رايح هو ويوم مشى إلا عطية العرف بيندفع بسرعة عادة يعني الحبيب ليأمن على حبيبه حتى لو ميت في قبره اتاخده وايش حالة الدفاع على الحبيبة وعلى قبر حبيبه يسرح يبقى يوصل قال لها جابر ها عظيم قصر خطوة قصر شوف فاهم شوف العار لا الخطوة بحسابها عبد الله ترى الخطوة بحسابها قصر خطوة خلي العشر تصير 15 14 قصر خطوة وأخذ لا يقطع قدما ولا يضع قدم إلا وذكر الله إلى أن وصل القبر قال لعطية وصل في القبر وصلنا القبر قال لي الله المسلي القبر ناس يقولوا وهو مكتوب ولهذا عرف شمائل الباقي وقال شمائل رسول الله يعني معناه مدعي تبصر أجل شنو قال المسلم قالوا عيونه مغرورقة بالدموع ما يوصل ما يشوف يا حسين اطب على القبر حط على القبر وصرخ يا حسين هذه الصيحة الخالدة اللي ترددها حناجر الملايين إلى اليوم وإلى يوم القيامة يا حسين يا حسين يبقى يجاوب ما جاوب ها أبو علي أعوفك تحبني كيف ما تجاوبني حبيب لا يجيب هذه درجة عالية صحيح احنا نعرف من أنفسنا أن نحب الحسين ما يخالف احنا نحبه ان شاء الله لكن هو يحبنا ايش درانا ايش درانا امام محبه ما هي نتيجه العاطفه ولا هي نتيجه المصلحه ولا هي لا نتيجه العمل الصالح التقوى الذين ما يحبون اللي يحب الله اللي يحب الله يحبه فايش درانا احنا جابر لا جابر على يقين عارف نفسه يقول انا اعرفك تحبني كيف ما تجاوبني دام ثلاث مرات اصرخ عليك حسين تجاوبني يا ابو علي حبيب لا يجيب حبيبه ثم قال لا ما انا لاي منك ما انا لاي منك معذور يا ابو معدود جوش عدو إلى جابر يقول جسد بلا راس كيف يجاوب يقول وأن لك والجمال أبا عبد الله وقد اسمعوا وش يقول شخبت أوداجك أوداج وين؟ العروق هذه الرئيسية مالت العنق هذه يسموها أوداج وقد شخب يعني قطع رقبتك بالسيف وصار دمك يسيل على صدرك وقد شخبت أوداجك على أثلاجك وفرق بين بدنك وراسك معدوم ما نلاي منك ما دامك جسد بلا راسك
يلتفت ويقول جابر ترى اكو غبرة تايره علينا من ناحيه الشمال على خط على مجال من الامويين. الامويين متابعين قضيه صدر الحسين يزور يدخل على خوف على وجه. قال له ترى غبرة تايره علينا من ناحيه الشمال. قال له يلا غلام هذا دورك غلام يلا. يعني العبد عبد 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 جابر غير عطيه. العبد عطيه ما هو عبد عطيه عالم استاذه. جابر جاي وياه استاذه الاول عبد الله بن عباس واستاذه الثاني جابر بن عبد الله الانصاري عالم طلق مفسر كتب تفسير القران من النمط الاول. على اي حال قال له ترى غبره تايره علينا. قال يلا غلام اكشف خبر الغبره فان كانوا من قوم ابن زياد عجل حتى نلجا الى ملجا. عجل حتى نلجا لا يقبضوا علينا لا ياخذونا. وان كان سيدي ومولاي زين العابدين شوف الولاء شوف الموده فانت حور لوجه الله. يا ضرور اي حر لان عرفنا في خطر الان. هو بيجي يكشف خبر الغبره ان كانت الغبره امويه فئه امويه بيقدروا عليه. وايش جاي منكم من هو انتم انت وياكم كان خلاص يعني ودع الحياه. قال له نروح فان مشتني ان زين العابدين وعمات القضاه فانت حر. جاء الغلام يعرف انه قادم على خطر صار يمشي الهوينا ويمد مسافه خايف يطرق من الضعينه والضعينه امويه ويقبض عليه. يبقى يعرف شيء يسمع شيء يعرف به الضعينه امويه او علويه. صار يمشي على الهوون ويمد مسافه ما قرب الا يسمع الهوادج تصرخ الا وحده تصرخ وجدنا سيدي عمرو